يا اهلا يا اهلا بعصابة الاسد المسحور، نورتوا الغابة. يلا انتشروا في كل الغابة، دوروا على الكنز المختفي وعرفوا كل الحيوانات ان الاسد المسحور رجع تاني والعصابة بتاعته رجعت تاني. اوامرك يا زعيم الاسود. افاتار العملاق، انا جيت لك اهو علشان تقولي على كنز الغابة موجود فين. الاسد المسحور جاي لي بنفسه. والله برافو عليك، وكمان بتدور على كنز الغابة. طيب انا هقول لك على مكانه، بس هنتقاسم فيه بالنص. وانا موافق يا افاتار، بس قولي هو موجود فين. عند التل الكبير فوق الجبل، دور عليه وهتلاقيه. متشكر جدا يا افاتار، مش هنسالك الجميل ده. اظن هو ده المكان اللي وصفه لي افاتار. يلا بينا يا عصابة الاسد المسحور. الكنز، اخيرا اخيرا لقينا الكنز. يلا روحوا يا جنود، بلغوا افاتار ان احنا لقينا الكنز، خلوه جيلي علشان ياخد حقه. يلا، وعايزكوا تشوفوا شغلكوا في الغابة. اوامرك يا زعيم. افاتار زعيم الاسود بيبلغك انه خلاص لقى الكنز، وبيقولك تروح له هناك في الكهف اللي فيه الكنز علشان تاخد حقك. بلغيه ان انا جايله في الحال. برافو عليه زعيم الاسود. ايه ده، انت بتجري ورانا ليه؟ سيبينا. ايه الاسدية المتوحشة دي؟ ده ايه ده، اول مرة نشوفها في الغابة. ايه ده، اجري يا نمور. احنا عصابة الاسد المسحور وعايزين نخلص على كل الغابة. يا لهوي، الحق يا سكار، يلا بينا نجري قبل ما تخلص علينا. اجري يا سيمبا بسرعة، عصابة الاسد المسحور هجمت على الغابة. يا رب نلحق باباك بقى علشان نبلغه باللي حصل عشان يتصرف. دي كارثة يا فلافيلو، يلا اجري بسرعة علشان قبل ما يحصلونا. حلو قوي التور ده، عايزين نمسكه بقى علشان يبقى الغدا بتاعنا احنا والملك بتاعنا المسحور. لا يا خبر يا خبر، ابعدوا عني، لما تاكلونيش، انا عايزه اروح يا ماما. الحق يا اسد سيمبا، الحق، عصابة الاسد المسحور هجمت على الغابة وكلنا خايفين وبنجري منهم. انا كنت حبسته قبل كده، هو رجع تاني، المرة دي لازم نواجهه. انا هروح عند اليونيكورن، هو اللي هيقدر يساعدني. برافو عليك يا اسد يا مسحور، انك عرفت توصل للكنز زي ما وصفت لك. دلوقتي العربيات توصل وكل واحد ياخد نصيبه. اليونيكورن، انا مشيت كتير علشان اوصل لك، ارجوك ساعدني. خير يا اسد سيمبا، ايه اللي حصل في الغابة بتاعتك؟ الاسد المسحور رجع الغابة بتاعتي وبيهددها بالخطر، وكمان اخد الكنز، ودلوقتي بقى مش عارف هيعمل ايه تاني. ارجوك ساعدني يا يونيكورن ان انا اطلعه وارجع الكنز تاني للغابة. الكنز ده ملك للحيوانات كلها. انا هديك وحش من الوحوش اللي عندي يحارب معاك يا اسد سيمبا. اوامرك يا اسد سيمبا،
أنا وحش الوحوش معاك علشان أحارب زعيم الأسود. أنا متشكر جدا يا يونيكورن، دلوقتي بقى نروح نحارب. استنى يا أسد سيمبا، أنت كمان لازم تبقى مصفح. أنا هديك بدلة إيرون مان، البسها وانت رايح. From home interface. خلاص كده انا لبست البدله، هروح دلوقتي احارب كل الاعداء اللي هجموا على الغابه بتاعتي وخدوا الكنز بتاعي. دلوقتي هدافع عنهم واطرد الاسد المسحور واطرد افاتار. ايه ده؟ الكهف ماله فاضي كده؟ فين الكنز؟ فين الكنوز الكتير اللي كانت فيه؟ يا زعيم الأسود، يا أسد، يا مسحور، اخرج لي من الكهف ده. زعيم الأسود بيبلغك يا إيرون مان انك تخرج فورا من الكهف ده، وملكش دعوة بالموضوع ده، الموضوع ده خاص بالأسد سيمبا. انا مش إيرون مان، انا الاسد سيمبا في بدلة الايرون مان وجاي علشان انقذ الغابة. يلا يا وحش يا عملاق، اقضي على الجنود دي علشان ندخل نشوف الكنز ونقضي على الاسد المسحور هو وافاتار. افاتار الدور جاي عليك علشان نقضي عليك دلوقتي. يلا يا وحش يا عملاق نقضي على افاتار. يا اهلا يا اهلا بزعيم الاسود. لحظه واحده، يلا يا وحش عملاق يلا نقضي عليه زي اخواته وزي الجنود بتوعه وزي افاتار. مش هتقدروا عليا، ده انا زعيم الاسود. يلا يا وحش عملاق نوري القوه بتاعتنا ونقضي عليه. واخيرا رجعنا كنز الغابه وقضينا على كل الوحوش والعمالقه. خلاص كده الغابة بتاعتي في أمان وسلام.